احمد ناجي موجود وهو مدرب منتخب مصر. يعني انت حضرتك عايز تقول له ايه؟ يعني انا شايف ان حضرتك متابع للكوره بشكل كويس جدا، وكابتن ناجي طبعا يعني بيتولى مهمه دلوقتي، مهمه كبيره جدا، ان كلنا في نفس الوقت يعني زي ما احنا موجودين دلوقتي على ارض قناه السويس وعندنا طموحات كبيره لتطوير الاقتصاد المصري باذن الله، عندنا برضو على مستوى الكوره طموحات كبيره جدا مع الجهاز الحالي اللي موجود فيه الكابتن احمد ناجي. فحضرتك تقول له ايه الفتره اللي جايه؟ هقول له انا هكلمه على الوظيفه بتاعته. ادوا فرصه يعني عادل عبد المنعم هو جون كويس، خدت بالك، واكرامي جون كويس. انا كنت فاكر ثابت البطل الله يرحمه واكرامي وشوبير كانوا بيغيروا مع بعض، ده يلعب ماتش وده يلعب ماتش وده. ليه احنا بنثبت واحد حضري والشناوي الزمالك احمد الشناوي كمان جون جامد، ليه ثبت واحد وتقعد الثاني على الكرسي؟ الممارسه مهمه جدا، الولد لما بيقعد على الكرسي مده طويله هو بيحصل له ديبريشن يعني. لا احنا طبعا احنا الفتره اللي دي بنعتمد على الشباب بشكل كبير فندم حضرتك، حتى استراتيجيتنا انه احمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد عواد كلهم تحت ال20، كلهم عشرينات و22ات. وطبعا احمد عادل عبد المنعم من الحراس الكويسه، بس هو مشكلته انه في النادي الاهلي قاعد ما بيلعبش سنه كامله ما بيلعبش، فانت بتختار حراس المنتخب من الناس اللي بتشارك بالفعل في المباريات. فانا كمنتخب بنتقي الحراس من الحراس اللي بتلعب في المباريات. احمد طبعا انا مربيه، انا يعني هو يعني مربيه من هو عنده 10 سنين وعارف امكانياته، لكن طبعا هو ظروفه كانت في النادي الاهلي صعبه، واحنا بنختار من الناس اللي بتلعب، وان شاء الله يكون لنا نصيب في المباريات اللي جايه ان شاء الله.